بالتأكيد تأثيرات التغيرات المناخية على دول المنطقة واضحة تماما، والتعامل كعمل مناخي مع تأثير التغيرات المناخية خصوصا في قطاعات المياه والطاقة وتدهور الأراضي، الأمن المائي، الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تأثيراتها على القطاع الصحي وعلى القطاع الأمني واضحة وجلية. ولا يمكن التعامل مع موضوع التغيرات المناخية بجهود وطنية فقط. نأخذ مثالا العواصف الغبارية والمياه العابرة الحدود، ما لم تكن هنالك رؤية لدول الإقليم بشكل كامل. نعتقد بأن العمل المناخي يجب أن يتم على 3 حلقات، الحلقة الأولى على المستوى الوطني، والحلقة الثانية هي على المستوى الإقليمي، والحلقة الثالثة على المستوى العالمي. فيما يتعلق بتأثير التغيرات المناخية على العراق، لا يخفى على حضراتكم بأن العراق من أكثر دول العالم تأثرا في موضوع التغيرات المناخية لجهة الشحة الكبيرة في الموارد المائية، وبالتأكيد الكثير معظم إيراداتنا المائية تأتي عبر الحدود، وكذلك الارتفاعات المطردة في درجات الحرارة وقلة التساقط المطري وهذا بالتأكيد واحد من أهم أسباب الشحة الذي أدى إلى حصول جفاف وتدهور في الأراضي وازدياد معدلات التصحر، وبالنتيجة ازدياد معدلات العواصف الغبارية. نعم، العراق الآن يدعو إلى رؤية إقليمية لمعالجة تأثيرات التغيرات المناخية والعوامل البيئية، وبالتأكيد لا يمكن فصل تأثير التغيرات المناخية دولة عن أخرى، خصوصا وأن منشأ الكثير من العواصف الغبارية، هي منشأها إقليمي وهي عابرة الحدود، ولذلك يتطلب تعاون إقليمي في هذا الشأن كعهد الدبلوماسية العراقية حقيقة، خصوصا في زمن حكومة السيد مصطفى الكاظمي والتي انفتحت بشكل كبير على محيطها العربي والإقليمي والعالمي. هذه الدبلوماسية الآن أخذت تلعب دورا مهم في جمع الكثير من دول المنطقة على مشتركات. سيكون هنالك حقيقة التخطيط الآن لاجتماع إقليمي قد يكون على المستوى الثلاثي في بغداد في القريب العاجل، وهنالك بالتأكيد نية لمؤتمر موسع للدول الإقليمية لمناقشة تأثير التغيرات المناخية والعواصف الغبارية على دول المنطقة.